أغسطس، الموسم المطير في السودان يستهل أيامه الأولى بموجة عارمة من الأمطار اقتربت نسبتها من 70 ملم. سيول وفيضانات تجتاح عددا من المدن والمناطق، نالت العاصمة الخرطوم وضواحيها نصيبا وافرا منها، حيث تحاصر المياه آلاف المنازل، بينما شهدت الحركة المرورية في طرق العاصمة اختناقات كبيرة أدت إلى إغلاق عدد من الشوارع والأنفاق بسبب امتلائها. جايين طبعا من امدرماي شارعني الغرقان وجايين بياي عاكسين طبعا الشارع، والشارع كلها حفر هنا وعس واقع عليه في حفرة. نتمنى من الحكومة الجديدة ومن وزير الطرق والجسور الحالي اهو البركة دي ان شاء الله يا اخي الخريف الجاي ما يكون في بركة زي دي ثاني. حاليا المواقف مكدسة بالمواطنين والناس بتعاني، يعني حتى لو انت عندك مريض عايز تزعفه ما في مجال الا تستاجر هليكوبتر. جولات ميدانية لعدد من المسؤولين للمناطق المتأثرة بالسيول، صحبتها عمليات إخلاء للمناطق المحاصرة من قبل الدفاع المدني، في الوقت الذي شهدت فيه منطقة بوط بالنيل الأزرق انهيار سد ترابي ما أدى إلى انهيار 600 منزل، تداعيات قد تشكل عبئا إضافيا للحكومة الانتقالية. واحد من التحديات المتكررة على احنا مستوى الولايات وحتى على المستوى المركزي، يعني بالذات المنشآت الواقع على مجاري السيول او حرم الانهار او حتى المساحات الفيضيه للنيل، هي واحده من المشاكل المتكرره والتي بتكلف يعني الدوله المبالغ الطائله في المعاليات الانيه او المياه ليس الجذريه. يعني هطول الامطار بغزاره في عدد من المناطق السودانيه ادى بدوره الى ارتفاع ملحوظ في مناسيب النيل، ما حدا بالسلطات المختصه بث تحذيرات متواصله للمواطنين القاطنين على الضفاف لتوخي الحذر والحيطه في ظل احتمال ارتفاع اكثر للمناسيب. سعد الدين حسن.